كل سعودية لازم قناعة تقول أنا أقدر. شلون نعمل برنامج التحول الوطني على تحقيق رؤية 2030؟ رفع حصة مشاركة المرأة في سوق العمل. نحن ما ندعم دعم مادي مباشر. الشريحة المستهدفة الأولى بالتوظيف عندنا هو الأرام المطلقات. أنا أؤمن أنه ما في وظيفة حكر على الرجال أو النساء. كلامنا واعم. غداً 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.